تعالوا كده نسمع الراجل دوت بيقول ايه. ده The Blind Date Show ودول اتنين ما يعرفوش بعض. هنا هو قال The Blind Date Show وشال صوت حرف الدي الموجود في آخر كلمة blind. طيب هل في قاعدة للكلام دوت؟ أيوة في قاعدة. انطق السهم مع مهند. القاعدة بتقولك لو لقيت صوت حرف الدي جاي في آخر الكلمة between two consonant sounds شيله خالص وما تنطقهوش. مثال blind date هتبقى blind date. Blind date. The blind date show. The blind date show. Send me. هتبقى send me. Send me. Send me an email. Send me an email. Lend me. هتبقى lend me. Lend me. Can you lend me your car? Can you lend me your car? End by. هتبقى end by. End by. The game should end by 10 o'clock. The game should end by 10 o'clock. Hold back. هتبقى hold back. Hold back. Don't hold back. Don't hold back. ده The Blind Date Show. وده واحد بيتفرج عليا لغاية دلوقتي ولسه ما عملش لا لايك ولا سبسكرايب للقناة بتاعتي على اليوتيوب. ولو انت عايز تعرف الفرق بين The Letter and The Sound ادخل على القناة بتاعتي. هتلاقي سلسلة اسمها سلسلة الصوتيات. أنا شارح فيها الصوتيات من البداية خالص للمبتدئين. هتعجبك إن شاء الله وهتفهم كل حاجة. بس كده. سلام عليكم.